الله يعطيك العافية شباب. خلينا اليوم نكمل الحكي اللي بدينا فيه المرة الماضية، موضوع الكلاسترينج. خلينا بس نتذكر شوية آخر إيش وصلنا عليها. بدينا نحكي عن الكي مينز كلاسترينج، وإذا بتتذكروا الألغوريثم بيبدأ إنه نحط راندوم سنترويدز، مثلا إذا بدنا 3 كلاسترات نحط راندوم 3 سنترويدز، وبعدين بنبدأ نشوف النقاط الأقرب ونضمها شوي شوي للكلاسترز، ونضلنا نعيد الحكي هذا حتى موقع السنترويدز بطل يتغير ومنهي الألغوريثم عند هذا الحكي. فبكون النقاط الأقرب على السنترويد هاي اللي هي كلاستر، والنقاط الأقرب على السنترويد هاي هي كلاستر، والنقاط الأقرب على السنترويد هاي هي كلاستر، وبالتالي بنطلع بـ 3 كلاسترز. هون أكدنا على موضوع إنه الـ initial location تاع السنترويدز، إحنا بنختار هدول راندوم. الـ initial location تاع السنترويدز ممكن أثر على، يعني مثلا لو كانت النقطة هاي هون most probably هاي راح تطلع كلاستر، وهاي مثلا إذا النقطة كانت هون هدول راح يطلعوا كلاستر، وهدول راح يطلعوا كلاستر هون. فالـ initial location تاع السنترويدز راح يأثرنا على الـ final outcome. وحتى نتجاوز شغلة زي هيك حكينا إنه ممكن إنه نعمل multiple series للحل، يعني مثلا generate 25 set of centroids، كل واحدة تشتغل لحالها وتعمل لنا clustering، بعدين بنحسب الconfusion matrix لكل واحدة فيهم ومنقرر أنه أحسن واحدة. حكينا أنه واحدة من الطرق الموجودة حتى نحدد قديش على الكلاسترز، بثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا اثنين، اللي هي طريقة الإلبو ميثود، وشرحناها وحكينا لأنه يعني هي موجودة بالليتريتشر، الناس بتستخدمها، بس ما في حقيقة إجماع أنه هذه الطريقة الأمثل لتحديد عدد الكلاسترز. شفنا طريقة تانية اللي هي الكروس فاليديشن، انه انت بتبدأ بتو كلاسترز وبتعمل الكونفيوجن ماتريكس، بعدين بتعمل 3 كلاسترينج 3 كي مينز 3 مينز، وبتعمل كلاسترينج واربعة وخمسة، بعدين بتشوف انه احسن عدد من الكلاسترز اعطاك بيست اوبجكتيف فانكشن، زي مثلا الاكيوراسي من الكونفيوجن ماتريكس، وبناء عليها بتحدد عدد الكلاسترز الاوبتيمال. اليوم ان شاء الله احنا توقفنا بالحكي عند الهيراريكال كلاسترينج، فاليوم ان شاء الله نكمل الموضوع هذا. خلينا نفس الفكرة نحكي فيها، انه عندي مجموعة من النقاط وبدي احاول اني اعملهم كلاسترينج. الهيراريكال كلاسترينج طبعا طريقتين، خليني بس ننتقل لهون. إما أني ببدأ من البارم، يعني بعتبر كل نقطة موجودة عندي عبارة عن كلاستر، بعدين ببدأ أجمعهم حتى من النهاية أنتهي بكلاستر واحد، وهي بسميها agglomerative hierarchical clustering. أو ببدأ أنه بعتبر كل النقاط عبارة عن كلاستر واحد وببدأ أعملهم partition، ببدأ أني أجزئهم وأفصلهم عن بعض حتى بالنهاية أنتهي انه كل نقطة هي عبارة عن كلاستر، هاي بسموها divisive hierarchical clustering. هلا اللي بدي احكي عنه اللي هو الاجلومريتيف hierarchical clustering. فبكون عندي مجموعة من النقاط، كل واحدة فيهم بعتبرها كلاستر، وباجي بحكي انو اقرب تو كلاسترز على بعض، يعني من خلال الماتريكس طبعا بكون عندي بسموها الديستانس ماتريكس او بروكسيميتي ماتريكس، بوجد مثلا انه هاي كلاستر وهذا الكلاستر اقرب اشي بعض، فبحطهم مع بعض كلاستر. بعدين وين اقرب تو كلاسترز على بعض، هلا صار عندي 1 2 3 4 5 6 7 كلاسترز، فبوجد انه هدول التو كلاسترز مثلا هما اقرب اشي بعض بحطهم مع سوا، صار عندي 1 2 3 4 5 6 كلاسترز. هلا وين اقرب تو كلاسترز، ممكن اني اوجد انه هدول التو كلاسترز اقرب اشي بعض، وبضل اكمل بالحكي. هلا لاحظ انه هذا الكلاستر مع هذا الكلاستر هذا اقرب اشي، فبدي احطهم مع سوا. بعدين صار عندي هاي هذا الكلاستر مع هذا الكلاستر اقرب
بحطهم مع سوا، بعدين مثلا هذا الكلستر كله مع هذا الكلستر اقرب اشياء بعض بحطهم مع سوا. طبعا ممكن اني اوقف لما اوجد ان المسافة ما بين تو كلسترز تجاوزت ثريشهولد فاليو. يعني انا ممكن اني اجي بالبداية احكي اذا المسافة ما بين تو كلسترز اكبر مثلا من 10 ما تربطهم مع سوا مثلا، او ممكن اني اكمل واربطهم كلهم ب 1 كلستر. مرة ثانية خلينا بس نعيد الالجوريثم هذا. بأول إشي بعتبر إنه عندي هون عندي 2 4 6 8 نقاط، بعتبر كل نقطة عبارة عن كلستر. بعدين باجي بحكي أنو أقرب تو كلسترز على بعض، و I will merge التو كلسترز هدول بكلستر واحد. فمثلا هدول كانوا أقرب تو كلسترز على بعض، ف I merge them in one cluster. هلا وين أقرب تو كلسترز على بعض؟ It looks إنه هدول، ف I will merge them into one cluster. بعدين هدول، بعدين هذا الكلستر مع هذا الكلستر بربطهم، بعدين هذا الكلستر مع هذا، بعدين هذا الكلستر كله مع هذا الكلستر، وإذا بدي أكمل حتى أحصل على one cluster بربط هذا الكلستر مع هذا الكلستر. أو بيجي عندي بحكي لأنه إذا كان المسافة بين أي two clusters أكبر من threshold value مثلا 10 ما تربطهم مع سوا، وبوقف الالجوريثم عند الحكي هذا. لاحظ انه معي هون تو كلسترز، لاحظ انه معي تو كلسترز، هاي كلستر بضم النقاط هدول، وهي كلستر ثاني بضم النقاط هدول. زي ما حكينا الكلسترنج الهدف منها انه النقاط within الكلستر يكونوا as similar as possible، اما النقاط ما بين الكلسترز between clusters between الكلستر هذا والكلستر هذا يكونوا as dissimilar as possible، يعني ابعد شيء ممكن عن بعض. اذا الفكره من الكلسترنج اني اجمع النقاط بكلستر واحد اللي اشبه ما يمكن ببعض. والشغل الثاني انه يكونوا النقاط بالكلستر الواحد ابعد ما يمكن عن النقاط بالكلستر الثاني. إذا I need to maximize the similarity within the cluster and maximize the dissimilarity between the clusters. هاي كل الفكرة بالclusters. هلا الفكرة بالhierarchical clustering إنه كيف أحدد عدد الclusters. تمام؟ طبعا بحدد عدد الclusters إني برسم مع عملية الجمع هذه الميرجينج هذه برسم شيء مسميه الدندوغرام. الدندوغرام ما هو الا مثلا احنا بالبدايه عندي الكلستر 4 والكلستر 5 ربطناهم او عملنا لهم ميرجينج بكلستر واحد، فباجي بربط بين النقطه 4 وبين النقطه 5. بس اعطوني دقيقه والله. طيب زي ما حكينا انه برسم الدندوغرام بربط ما بين النقطة 4 و 5 ب 1 كلستر، يعني بعمل ميرجنج للكلستر رقم 4 والكلستر رقم 5 ب 1 كلستر، وباجي بربطهم على الدندوغرام. هلا المسافة هذه العمودية، يعني قديش الارك هذا مرتفع، هي تمثل المسافة ما بين 4 و 5. طبعا it looks انه مش to scale، يعني انا رسمتهم بس it should be to scale حقيقة. هلا بعد هيك باجي بربط بين واحد واثنين لانه اقرب اشي، اقرب تو كلسترز على بعض بربط بينهم واحد واثنين، وتذكر انه المسافة هذه هي نفس المسافة هاي مفروض انها تكون. بعدين بربط ما بين مثلا ستة وسبعة، وبكون انا اصلا عملت ستة وسبعة. طبعا هون انا طب ستة وسبعة بربطهم ب 1 كلستر، فمفروض بين ستة وسبعة يكون في عندي الخط هذا، والمسافة العمودية هذه اللي هي تحاكي المسافة ما بين تو كلسترز هدول. بعدين بدي أربط تمانية معهم، بدي أربط تمانية مع الكلستر هذا. لاحظ كيف ستة وسبعة كلستر كانوا، بعدين ربطت تمانية معهم، فباجي بربط الكلستر هذا مع تمانية، وتذكر إنه المسافة العمودية هذه هي المسافة ما بين الكلستر تمانية والكلستر اللي فيه ستة وسبعة. بعد هيك مثلا ممكن ان اربط هذه مع كلستر ثلاثة مع كلستر اربعة خمسة،
فبدي أجي 3 مع 4 5، والمسافة العمودية بدها تكون تحاكي المسافة بين الكلستر 3 والكلستر اللي فيه 4 و5. هلا بعد هيك تلوكس انه النقطة 3 يعني الكلستر هذا اقرب اشي على الكلستر هذا، تمام، اقرب من الكلستر هذا، فبدي اربط بين الكلستر هذا والكلستر هذا، وبدي اربط من خلال النقطة 3 والنقطة 2 انهم اقرب اشي، فبدي اربط ما بين الكلستر اللي فيه 1 و2 اللي هو هذا الكلستر، والكلستر اللي فيه 3 و4 و5، فبدي اربط بينيتهم بالاسلوب هذا، اربط بينيتهم بالاسلوب هذا، تمام. لاحظ كيف ربطنا بينتهم بالاسلوب هذا. هلا ما ضل الا عندي 2 كلسترز بدي اربط بينيتهم بين 3 و6، فبدي اربط بين الكلستر اللي فيه 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 هذا الكلستر، مع الكلستر اللي فيه 6 7 8 اللي هو هذا الكلستر. ولاحظ انه ارتفاع الار كان بده يحاكي المسافه ما بين التو كلسترز. طبعا هيك لاحظ معي انه اللي عملناه انه بدينا، خلينا نرجع من الاساس، لاحظ انه هنشوف الالجوريثم كيف. اول اشي عندي النقاط، 8 نقاط، بنعتبر انه كل نقطة عبارة عن كلستر، بعدين بنربط اقرب تو كلسترز مع سوا وبنرسمهم هون، وارتفاع الارك يحاكي المسافة ما بين تو كلسترز، وبنضلنا نعيد الريبيت الستيب هذه حتى نصل بالنهاية ل 1 كلستر. هلا الفكرة بالموضوع انه انا باجي بحكي مثلا بدي الماكسيمم ديستانس، هذه الديستانس بدي الماكسيمم ديستانس ما بين اي تو كلسترز ما تتجاوز القيمة هاي، مثلا ما تتجاوز القيمة هاي، فباجي بعمل كت للدندوجرام عند ال الديستانس هاي. اذا قطعته مثلا هون بتكون عندي كم كلستر، بتكون عندي، شوف كيف بدك تعرف، شوف الخط هذا كم خط قطع خطين، اذا عندي تو كلسترز، وين الكلستر الاول؟ الكلستر الاول هياته، وين الكلستر الثاني؟ الكلستر الثاني هياته. الكلستر الاول شو بتضمن؟ 1 2 3 4 5، الكلستر الثاني فيه 6 و7 و8. فمثلا لو اجيت قطعت في منطقة تانية، لو اجيت قطعت هون، كم خط قطع؟ 1 2 3 4. اذا في عندي 4 كلسترز، وينهم؟ هاي اول كلستر 1 و2، هدول كلستر 3 لحاله، 4 و5 لحالهم، و6 و7 و8 كلستر لحالهم. اذا انا حقيقة ممكن اني استخدم دندوجرام اما اني احكي الماكسيمم ديستانس ما بدي اتجاوز قيمه معينه وبالتالي احدد عدد الكلسترز، او بامكاني اني اجي بالعكس احكي انا بدي 5 كلسترز وبالتالي بدي خط هون يقطع لي 5 كلسترز، يعني 5 خطوط، هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 5. اذا انا لو اجيت وقطعت هون هيك راح تكون عندي 5 كلسترز فيه 8 لحاله، 6 و7 لحاله، بدي اقطع هون فيه 4 و5 1 كلستر، فيه 3 لحاله، فيه 1 و2 كلستر لحالهم. فمثلا اذا بدي 7 بدي اضطر اقطع هون 1 2 3 4 5، خلينا نشوف 6 7، نعم اذا بقطع بالشكل هذا تمام بيطلع معي 8 لحاله، 7 لحاله، 6 لحاله، 4 و5 مع سوا، 3 لحاله و1 و2 لحاله. طبعا اذا بقطع على اقل مسافه بيطلع كل واحد فيهم بكلستر. اذا بامكاني اني استخدم الدندجرام اما انه احدد المسافه وبالتالي احدد عدد الكلسترات اللي ناجات، او انا احكي بدي 5 كلسترات فبدي اشوف وين بدي اقطع الخط هذا يقطع الدندجرام هذا حتى يحدد لي 5 كلسترات. وبالتالي مثلا اذا رجعنا لهون حتى بس نفهم الامور، يعني وات از تو بيج، تو بيج معناها انه الديستنس تكون اكبر من الشيء اللي انا حددته هذا، وبالتالي اكبر من هاي المسافه انا بعتبره بيج. اذا بما انه حددت المسافه المقبوله، اذا الالجوريثم لحاله راح يطلع لي عدد كلسترات
مناسبة للديستنت هذا، يعني هو اللي بيختار عدد الكلسترات. هلا الطريقة الثانية انه انا اختار عدد الكلسترات، فمثلا احكي بدي 3 كلسترز، اذا لازم اقطع هون، لاحظ معي، بكون هدول كلستر، هدول كلستر، وهدول كلستر. اذا هيك بنستخدم الدندوغرام حتى نحدد عدد الكلسترات ونحدد الصيغة النهائية لعملية الكلسترينج، لعملية الكلسترينج. طبعا بشكل عام عندي two main groups of clustering، ايش مسميه هيراريكال اللي حكينا عنه هلا، وايش مسميه البارتيتيف اللي هو منه الكي مينز اللي حكينا عنها. هلا خلينا نحكي عن الهيراريكال اكثر شويه. الهيراريكال هاي المسافات، لما انا احكي المسافه ما بين تو كلسترز، مثلا المسافه ما بين هذا الكلستر والكلستر هذا، كيف احددها؟ طبعا اذا كانت النقاط هاي عباره عن ارقام فبحددها اما بالكلوديان او المنهاتن او المنكوسكي distances. اما اذا كانت عباره عن categorical variables فعندي الهامينج ديستانس اللي حكينا عنها بالمحاضرات السابقه. اذا الهيراركال كلاسترنج اما بكون اجلومريتيف. شو يعني اجلومريتيف؟ يعني اني ببدا ب كل نقطه عباره عن كلستر وبعدين ببدا اجمعهم زي الدندوغرام. يعني هذا الشكل اللي هون هو عباره عن دندوغرام. لاحظ ببدا بكل كلستر، كل نقطه عباره عن كلستر، بعدين ببدا اجمع اقرب تو كلستر بحطهم مع سوا، بعدين اقرب تو كلستر، وهكذا حتى اصل له كلستر واحد. بعدين ممكن اني استخدم الدندوغرام على الماكسيمم ديستانس واحدد احدد الماكسيمم ديستانس اللي بقبل انه الكلسترز يكونوا ابعاد عن بعض فيها، وبالتالي بحدد عدد الكلسترز اللي بنتج عندي، وكل كلستر وشو البوينتس اللي تاب على الكلستر هذا. الطريقه الثانيه بسموها ديفايسيف، اللي هي لا ابدا بكلستر واحد، يعني كل النقاط عبارة عن كلستر واحد، بعدين اجي افصل الكلسترات شوي 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 حتى احصل كل نقطة عبارة عن كلستر. يعني بالعكس، بدل ما انه ابدأ من تحت لفوق ببدأ من فوق لتحت، بعتبرهم كلهم one كلستر. بعدين باجي مثلا بفصل الكلستر هذا عن الكلستر هذا انه ابعاد، بعدين باجي بفصل النقطة هاي عن الكلستر هذا، بعدين باجي بفصل النقطة هاي عن هاي، او الكلستر هذا عن الكلستر هذا، وبضلني افصل فيهم حتى بالنهاية اصل انه كل نقطة عبارة عن one كلستر، وببني ال دندوغرام. هلا انو احسن، الاجلومريتيف ولا الديفايسيف؟ الصحيح معظم الليترتشر بيحكي لان الديفايسيف هو احسن من الاجلومريتيف، ولكن المشكله بالديفايسيف انه بده هاي كومبيوتيشنال باور، بده هاي كومبيوتيشنال باور. اذا نوعين، اجلومريتيف وديفايسيف. لاحظ معي انه الديفايسيف ميثود بالديفايسيف اور توب داون كلسترنج. ليش توب داون كلسترنج؟ انه ببدا انه كل النقاط عباره عن وان كلستر، بعدين ببدا اعملهم بارتيشن حتى بالنهايه احصل كل نقطه بوان كلستر. هذا مشان هيك بنسميها توب داون كلسترنج ميثود. الديفايسيف اور توب داون كلسترنج ميثود يوز وي اساين اول اوف ذا اوبزرفيشنز تو ا سنجل كلستر اند ذن بارتيشن ذا كلستر تو تو ليست سيميلر كلسترز. والكلسترين اللي طلعوا عندي، هذا الكلستر كمان ببدا اعمل له بارتيشن، هذا الكلستر ببدا اعمل له بارتيشن، حتى بالنهايه اصل انه كل نقطه في 1 each observation ب 1 كلستر. There is evidence that divisive algorithms produce more accurate hierarchies than agglomerative. ولكن المشكله فيها زي ما حكينا انها more كومبلكس. هلا الاجلوميريتيف ميثود اللي هي بسموها الباتم اب، ليش باتم اب؟ لانه زي ما شفنا احنا بنبدا انه كل نقطه عباره عن وان كلستر، بنبدا نجمع فيهم حتى بالنهايه نصل ل عفوا نصل ل وان كلستر. طبعا الالجوريثم اللي بنستخدمه
بعملية الهيراركي. خلينا ناخده وأحطه، عملت له كوبي. زين خلينا حتى بس نشوف. أوكي تمام، خلينا نحطه هون ونحاول نفهم شو اللي عمالني بسويه in terms of a pseudocode. يعني نشوف السودوكود للحكي اللي احنا بنسويه. نحاول نصغرها شوية، نبعد هاي، رتبها شوية. تمام خلينا نشوف السودوكود بيحكي all set x of objects، يعني given مجموعة النقاط هاي، وكمان الديستانس فانكشن. الديستانس فانكشن اللي بسميها بروكسيميتي ماتريكس، لاحظ اللي هي حكينا عنها بالمناسبة بدروس الأوائل، اللي هي كل كلاستر قديش بيبعد عن الكلاستر الثاني. فلو كان عندي A B C D E F كلاسترز، كلاستر الأول بيبعد عن الكلاستر الأول صفر لأنه نفسه، كلاستر الأول بيبعد عن B 16 وهكذا. لاحظ معي انه البروكسيميتي ماتريكس او الديستانس ماتريكس الدياجونال اللي فيها عباره عن اصفار، بعدين الابر تريانجل هو نفسه اللور تريانجل لانه المسافه بين A و B هي نفس المسافه بين B و A. اذا ببدا الالجوريثم المعلومات اللي جيفن عندي اللي هي مجموعه النقاط، ومن مجموعة النقاط هاي بدي أطلع الديستانس ماتريكس، يعني بدي أطلع المسافة بين 1 و 2 وبين 1 و 3 و 1 و 4 و 1 إلى 8، بعدين بين 2 و 3 و 2 و 4 و 2 و 5 إلى 8، بعدين بين 3 وباقي النقاط، بين 4 وباقي النقاط. كل الحكي هذا بسميها الديستانس ماتريكس أو بسميها البروكسيميتي ماتريكس. هلا بعتبر أنه كل نقطة من النقاط هذول عبارة عن كلاس، فمجموعة الكلاس من i بتساوي 1 إلى عدد النقاط، الكلاس i بتساوي xi. شو يعني؟ الكلاس الأولى بتساوي أول نقطة، الكلاس الثانية بتساوي ثاني نقطة، الكلاس رقم n بتساوي النقطة رقم n. يعني وكأني بعتبر أنه كل نقطة من النقاط هاي عبارة عن كلاس. بعدين بحط مجموعة الكلاسز هاي ب فيكتور اسمه سي، يعني الكلاسز. الكلاسز تحتوي سي 1 سي 2 سي 3 الى سي ان اول ما ابدا، لانه عندي ان نقطه، وببدا اعمل لوبينج وايل، في حين انه السايز تاع الفيكتور هذا اول شيء بيبدا الفيكتور هذا السايز تاعه ان، عدد النقاط. هلا وايل انه السايز تاع سي اكبر من واحد، شو يعني اكبر من واحد؟ يعني في اكثر من 1 كلاس، لسه في عندي هون اكثر من 1 كلاس. ايش يعني في عندي اكثر من 1 كلاس؟ يعني في امكانيه اني اعملهم ميرج لسه. تمام بضلني اعمل ميرج، بتذكر بالاجلوموريتيف بضلني اعمل ميرج. بضلني اعمل ميرج تاب النهايه، اوبس تاب النهايه حصل 1 كلاستر. اذا اللي بيحكي الالجوريثم انه ضلك اعمل لوبينج حتى بمجموعه الكلاسترز هاي ما يضل الا كلاستر واحد، ما يكون السايز تاعها اكبر من واحد، ما يكون السايز تاعها اكبر من واحد. يعني بتوقف اللوبينج لما يصير السايز عباره عن واحد. طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح على ال distance matrix ونشوف أصغر مسافة ما بين two clusters. تمام وأحدد الكلاسترين هدول، فمثلا أصغر مسافة هون ما بين الكلاستر 4 والكلاستر 5، فهم بده يأخذ سي 4 وسي 5. طيب شو بدنا نعمل فيهم هدول؟ بدنا نشيل 4 و 5 من الفيكتور هذا، مش هذا في الكلاسز من 1 ل 8. طب وجدنا انه بين 4 و 5 الديستانس اقل شيء. تمام من خلال ايش؟ من خلال الديستانس فانكشن او ديستانس ماتريكس اللي مسميناه البروكسيميتي ماتريكس. بدنا نحسب الديستانس من خلال فانكشن معين، مثلا من خلال الاوكليديان او المنهاتن ديستانس. فبنحسب الديستانس وبنلاقي اقل مسافه ما بين two classes، وهدول two classes بنحدد أساميهم ومنروح بنعملهم remove هدول two classes مثلا 4 و 5 من الفيكتور C.
طيب شو بدنا نعمل فيهم هدول كمان؟ بدنا اد 4 و5 4 و5 اعملهم 1 كلاس، 4 و5 اعملهم 1 كلاس يعني اعملهم ميرج، وهذا الكلاس الجديد رجعوا على مجموعة الكلاسز، يعني شيل 4 و5 من هون واعمل 4 و5 1 كلاس وارجع رجعها على مجموعة الكلاسز وابديت الكاونتر وكمل. بعدين نروح شوف اصغر مسافة ما بين 2، اقل مسافة ما بين 2 كلاسز، تلاقي هاي بدك تحدد 1 و2 بدك تشيلهم من سي، بدك تعملهم ميرج بكلاس جديدة وترجعها على سي. بعدين مثلا 6 و7 بدك تشيلهم من سي 6 و7 تعملهم ميرج بكلاس جديدة وترجعها على سي، وتضلك تكمل تا يبطل في سي، تا يبطل موجود بسي إلا one class، يعني السايز ما يكون أكبر من واحد، يكون يساوي واحد، ساعتها بتطلع من اللوب هاي. طبعا كانك ترسم الدندوغرام along مع اللوبينج هاري زي ما شفنا، وبعدين اللي بتعمله أنه بتحدد الديستنس اللي بدك تقطع عليها، وبيزد على هذا بتحدد عدد الكلاسترز وكل كلاستر وشو فيه نقاط، وكل كلاستر وشو فيه نقاط. هذه اللي مسميها الاجلوموريتيف كلاسترينج. تمام، طبعا الديفايسيف بعكسها، بنبدأ بكلاستر واحدة وبنبدأ نقسمهم. تمام، طبعا before any clustering is performed it's required to determine the proximity matrix، اللي هي طبعا proximity matrix هاي نضل نعملها update، اللي هي distance matrix نضل نعملها update. كل ما نشيل clusters، كل ما نشيل مثلا cluster 4 و5 شلناه، عملنا الأربعة وخمسة ميرج ورجعنا أضفنا، إذن الماتريكس هاي صار فيها ماتريكس هاي تغيرت، مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، أربعة وخمسة شلناهم، هذول السطرين شلناهم، أربعة وخمسة شلناهم ورجعنا شو عملنا؟ أضفنا سطر للميرج تاعهم. هلا كل الأرقام هاي شو صار فيها؟ اللي إلها علاقة بال الكلاس او الكلاستر الجديد اللي اضفناه، نرجع نحسب له مسافاته، A بين الكلاستر الجديد، B بين B وبين الكلاستر الجديد، C بين C وبين الكلاستر الجديد. اذا بدنا نعمل ابديت للبروكسيميتي ماتريكس في كل اتريشن من الوايل لوب هذه. تمام، طب الاتريشن هذا بيز على ايش بنعمله؟ بيز على الديستانس ماتريكس اللي اصلا احنا بدنا نكون محددينها من البداية، لما نحسب distances اللي هي الـ proximity matrix أو الـ distance matrix من خلالها. طيب هلأ بيجي سؤال إنه الـ distance ما بين الـ cluster high والـ cluster high قديش؟ بيز على إيش أحسبها؟ طبعا في عندي ثلاث طرق ممكن نحسب عليها. أول طريقة بسموها single linkage. شو single linkage؟ إنه بشوف أقرب نقطتين بالكلاسترات هاي، الكلاستر الأول والكلاستر الثاني، شو أقرب نقطتين على بعض؟ اللي هي النقطة هاي والنقطة هاي، بعتبر إنه المسافة هاي هي المسافة ما بين التو كلاسترز اللي بدها تدخل بـ distance matrix. إذا المينيمم ديستانس ما بين التو كلاسز هلا او التو كلاسترز اسف. الطريقه الثانيه بسموها كومبليت لينكج. الكومبليت لينكج انه اكبر مسافه ما بين التو كلاسترز، يعني ابعد نقطتين عن بعض بالتو كلاسترز هذول، بعتبرهم هي الديستانس وبروح بحطها ب البروكسيميتي ماتريكس او الديستانس ماتريكس. تمام، بحسبها مثلا عن طريق الاوكليديان او عن طريق اي طريقه اخرى. الطريقة الثالثة بتحكي لك لا، خذ الافرج، يعني النقطة هاي احسب المسافة بين النقطة هاي وكل النقاط هدول، يعني المسافة بين النقطة هاي وكل النقاط هدول، يعني المسافة بين النقطة هاي وكل النقاط هدول وهكذا. بعدين خذ الافرج تاع كل المسافات هاي، اعتبر انه المسافة ما بين او الديستنس ما بين الكلاستر هاي والكلاستر هاي هي افرج كل المسافات هدول، وهاي بسموها الافرج لينكج. اذا بالهيراركال كلاسترينج انا بامكاني ان استخدم سنجل لينكج اللي هي بين تو كلاسترز، اقرب مسافه بين التو كلاسترز، او الكومبليت لينكج ابعد مسافه ما بين التو كلاسترز،
و الافرج لينكج اللي هي افرج المسافه ما بين النقاط ب الكلاسترز. تمام. الشاهد على الموضوع انه هذا كله الحكي انت بامكانك انك تحكي للكمبيوتر اعمل لي افرج لينكج، كومبليت لينكج، مثلا سنجل لينكج، وبتحدد مثلا ديستانس كيف بدك تحسبها، اوكليديان، منهاتن، وبناء عليه الكمبيوتر او الالجوريثم راح يحسب لك الديستانس ماتريكس ويضلوا يعملها ابديت بكل لوب من اللوب ساي، يضلوا يعملها ابديت، يضلوا يعملها ابديت. طيب الكي مين مينز كلسترنج حكينا عنه في البدايه، تذكروا انه قلنا بنحط راندوم سنترويدز، مثلا بدي 3 كلسترز بحط 3 نقاط راندوم، وبعدين ببدا اشوف وين النقاط الاقرب وبضمها للكلستر. واذا بتتذكروا اللي عملناه، خلينا نتذكره مع سوا، لاحظ معاي انه كيف حطينا 3 سنترويدز بطريقه عشوائيه، بعدين شفنا النقاط كل نقطه اقرب لاي سنترويد منهم، واعتبر انه هذا كلستر هذا كلستر هذا كلستر. بعدين اللي عملنا انه زحنا السنترويد الى وسط الكلستر، السنترويد الى وسط الكلستر، بعدين اعدنا حساب المسافات. هلا صاروا هدول النقاط اقرب للسنترويد هذا، صاروا هدول النقطتين اقرب للسنترويد هذا مثلا، او هدول كلهم صاروا او جزء منهم صاروا اقرب للسنترويد هذا، وبالتالي اعدنا توزيع النقاط، وبعدين زحنا السنترويد لمنتصف الكلستر، زحنا السنترويد لمنتصف الكلستر، واعدنا حساب المسافات، وضلينا نعمل الحكي هذا تا بطل موقع السنترويد شو يصير فيه، بطل موقع السنترويد يتغير. تمام. خلينا نشوف الحكي هذا بمثال حتى بس نفهمه. فخلينا نبدأ بالنقاط هاي، عندي البوينتس هدول وعندي 2K، وهي التو بوزيشنز الراندم. تمام. وهلا بدنا نحسب المسافات. لاحظ معاي هاي عند النقاط XI 15 15 16 19، وعند السنترويد الأول راندوملي حطيناه 16، والسنترويد الثاني راندوملي حطيناه 22. طيب المسافة بين هاي وبين هاي 1، بين هاي وبين هاي 7، وهكذا المسافة بين هاي وبين هاي 1، مسافة بين النقطة الأولى والسنترويد الثاني 7 طبعا، وهكذا بنحسبهم كلهم. الديستانس الأولى يعني كل نقطة من هون وبعد عن السنترويد الأول، كل نقطة من هون وبعد عن السنترويد الثاني اللي هي الديستانس الثاني. بعدين بناخذ أصغر مسافة. تمام. يعني هون الديستانس الأولى 1، الديستانس الثاني 7، إذا النقطة هاي أقرب إلى السنترويد الأول، النقطة هاي أقرب للسنترويد الأول، النقطة هاي أقرب للسنترويد الأول، بينما مثلا النقطة 19 هون عندك 9 وهون عندك 3، فهي أقرب إلى السنترويد الثاني. إذا أول باس بيحكينا لأنه النقاط 15 15 16 هما بالكلاس الأول، بينما بقية النقاط هما بالكلاس الثاني. هلا تذكر شو بنعمل؟ بنعمل إنه بنحسب للنيو سنترويد. تمام. نحسب للنيو سنترويد، فالنيو سنترويد لا الكلاستر الاول هو 15.33، تغير عن 16، وللكلاستر الثاني هو 36.25، تغير عن 22. هلا بدنا نرجع نحسب من اول وجديد كل نقطه. السنترويد الاول صار 15.33 هياتها، والسنترويد الثاني صار 26.25 اللي هي 36.25 اللي هي هياتها. هل نرجع نحسب المسافات؟ فالمسافة هاي عن المسافة هاي 0.33، المسافة هاي عن المسافة هاي 21.25، وهكذا. إذا النقطة الأولى أقرب إلى السنترويد الأول منها للسنترويد الثاني، النقطة الثانية أقرب للسنترويد الأول منها للثاني، وهكذا. مثلا النقطة 28 هي أقرب له السنترويد الثاني منها للأول. إذا صاروا عندي المجموعة هدول بالكلستر الأول والمجموعة هدول بالكلستر الثاني. هل تذكر شو بنعمل؟ اللي بنعمله إنه بنرجع بنحسب للنيو سنترويد بيزد على النقاط الجديدة بالكلستر، وبنرجع فالنيو سنترويد 18.56
والسنترويد الثاني 45.9 هنرجع نحسب المسافات 3.56 هاي عن هاي هاي عن هاي ثيري لاحظ معاي انه صار معاي النقاط هدول بالكلستر الاول بينما النقاط هدول هنا بالكلستر الثاني. هلا المطلوب انه برجع بحسب اي ابديت السنترويد صح تاع الكلستر الاول والسنترويد تاع الكلستر الثاني وبكمل. فالسنترويد تاع الكلستر الاول 19.5 هياتهم وتاع الثاني 47.89 هياتهم. برجع بحسب المسافات تمام وبحسب السنترويد. لاحظ انه السنترويد ما تغير. هلا بس انه السنترويد ما يتغير عن الاتريشن القبلي نفس السنترويد. دام انه السنترويد ما تغير عن الاتريشن القبلي بوقف الالجوريثم وبحكي انه النقاط من 15 الى 28 هما تابعات للكلستر الاول والنقاط من 35 ل 65 هما تابعات للكلستر الثاني للكلستر الثاني. هلا لاحظ معاي المشكله اللي حكيناها بالمحاضره الماضيه وعدتها قبل شويه انه اللوكيشن تاع السنترويدز اللي ببدا فيهم هو راندوم. طب غير اللوكيشنز هذول بتغير الترتيب هذا بتغير الفاينل انسر بتغير الفاينل انسر. اذا شو ممكن نعمل؟ ممكن نعمل مالتيبل راندز. شو يعني انه نعمل راندوم جنريشن للبوزيشن تاع السنترويدز اول مره وثاني مره وعاشر مره تمام وكل مره نعمل كلسترنج بعدين نطلع الكونفيوجن ماتريكس ونشوف مثلا الاكيورسي له ونحدد انو افضل بدايه بدينا فيها ونتخذها على انه هي الفاينل انسر للكلسترنج. اذا مالتيبل رانز ممكن انه يقلل من مشكله البايس اللي بتصير لما اعمل راندوم سيلكشن للسنترويدز هذول الانيشال تمام. ممكن ان اعمل 16 22 واحل بعدين اعمل 30 و15 واحل بعدين اعمل 41 و17 واحل وهكذا بعدين بشوف كل واحد منها شو الكونفيوجن ماتريكس اللي اعطتني اياها وبيز عليها ممكن انه اختار واحد من النتائج. طيب هلا المطلوب منك as a homework for next week اول شيء to install قبل ما نحكي هذا خلينا نشوف الحكي هذا خلينا نشوف الكيانان مع سوا. شو مثال على الكيانان مع سوا؟ تمام بدي اروح اجيب داتا اسمها US arrests تمام وبعدين بدي افضي كل اشيل من الريكوردز اي شيء فيه ميسنج داتا اي شيء فيه ميسنج داتا باستخدام not available dot omit اللي هي هذه بتمحي بتشيل لي الريكوردز اللي فيهم ميسنج داتا. بعدين بدي اعمل سكيلينج للداتا زي ما تعلمنا. بعدين بدي اطلع البروكسيميتي ماتريكس اللي ديستانس ماتريكس بفانكشن بسميها جيت ديستانس جيت ديستانس. بعد هيك بصير عندي الديستانس بصير عندي النقاط سكيلد اللي هي بالديتا فريم هذا النقاط سكيلد بدخلهم بالالجوريثم اللي اسمه كي مينز تمام. السنترز هذه اللي هي بتعطيني عدد الكلسترز اللي بدي اياها فانا هون بدي تو كلسترز اونلي. هون بتعطيك ان ستارتس اللي بتعطيك عدد السيريس اللي بدنا نشتغل فيهم. تذكروا احنا حكينا هون في مشكله انه الراندوم جنريشن للسنترويدز بياثر على النتيجه النهائيه. طيب شو الحل؟ الحل اني اعمل مالتيبل رانز. طيب هون بامكان اني اقول له اعمل لي 25 مالتيبل رانز يعني عيد لي الحل كله بنيو راندوم سنترويدز 25 مره تمام واعطيني احسن حل فيهم واعطيني احسن حل فيهم تمام. خلينا نشوف الحكي هذا شو بوصلنا. طبعا نشوف اذا حاب تشوف الداتا فريم خلينا نعمل ستراكتشر للداتا فريم
لاحظ معي الداتا فريم فيها أسامي الولايات، تمام، وأنواع الجرائم اللي معمولة، تمام. بعدين بدنا نروح بعد ما طلعنا الديستنس ماتريكس، طلعناها مو هيك؟ لاحظ معاي بيعطيك الديستنس ماتريكس هياتها ما بين كل ولاية والولاية الثانية، ما بين كل ولاية والولاية الثانية. بعدين بدنا نروح ندخلهم بالفانكشن اسمه كي مينز، الداتا فريم اللي فيها الداتا اللي فيها البوينتس يعني، وبدي اياه يعطيني تو كلاسترز، وبدي اياه يعيد لي الحكي هذا 25 مره، تمام، يعني يعمل لي 25 مره جنريشن ل مواقع السنترويدز الانيشال بوزيشنز تاع مواقع السنترويدز 25 مره، بعدين يعطيني احسن حل، تمام. لاحظ مثلا الاستراكشر شو ممكن انه يطلع معك. هلا ممكن K2$ cluster، يعني بيعطيك كل كلستر، مثلا شوف إلينوي بالكلستر الاول، انديانا بالكلستر الثاني، ايوا بالكلستر الثاني، كانساس بالكلستر الثاني، نيفادا بالكلستر الاول، نورث كارولاينا بالكلستر الاول. اذا كي، لاحظ معي كي دولار ساين كلستر بيعطيك هي كي اللي فيها نتائج الكي مينز، هي احنا عملنا لها ستراكشر هون، لاحظ معي فيها الكلستر، هي شايفه كلستر 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1، يعني اول ولايه بالقائمه كانت 1 بالكلستر الاول، ثاني ولايه كانت كمان بالكلستر الاول، ثالث ولايه كانت كمان بالكلستر الاول، رابع ولايه كانت بالكلستر الثاني، وهكذا، تمام. فانا كل اللي بدي اعمله انه بدي اروح اقول له اعطيني كي اللي فيها كل هدول، بس اعطيني العمود تاع الكلسترز. اذا تذكروا كيف بنختار العمدان من الداتا فريم، كي دولار ساين كلستر، كي دولار ساين كلستر اللي بساوي انه بحكي لك كل ولايه لاي كلستر هي تابعه. بعدين في عندي الفانكشن هذه اللي هي ممكن تجيبها من اللايبراري الاف فيز فيجواليزيشن، يعني للكلستر، يعني بدك فانكشن للفيجواليزيشن للكلستر، تمام. بدك تحط فيها الكي 2 اللي هي نتائج الكي مينز، والديتا بدك تحكي له انه هاي جايه من الديتا فريم. شوف كيف ممكن يعطيك يرسم لك الكلسترز بشكل انيق. لاحظ معاي الكلستر الاول فيه كل هدول الولايات، فلوريدا نيفادا، الكلستر الثاني فيه كل هدول الولايات زي اركانساس، ويست فرجينيا، ساوث داكوتا، تمام. بيعطيك اياهم بشكل جميل. طيب شو مطلوب منا احنا؟ مطلوب منا انه تعمل انستليشن للباكيجز هدول، بعدين تروح تجيب الداتا اللي اسمها يو اس اريستس، تمام، ريتريف الداتا. بعدين مطلوب منك ريموف اني ميسنج فاليو موجوده بالداتا، وتذكر انه استخدمنا نوت افيلبل دوت اوميت. بعدين بتدخل الداتا فريم هون، يعني نوت افيلبل دوت اوميت كانت الداتا فريم اذا ما انا غلطان اسمها دي اف، نعم، فنوت افيلبل دوت اوميت قوسين دي اف، يعني شيلي اي سطر فيه ميسنج داتا، شيلي من الداتا. بعدين بتعمل سكيلينج للنتيجه اللي طلعت معك هون، مش انت هون عملت نو داتا فريم ما فيها نوت افيلبل، مثلا سميتها داتا فريم 2، تمام. بتروح تعمل سكيلينج للداتا فريم 2، يعني بتخلي العمدان قيمهم قريبه من بعض، تذكر حتى ما إذا كان في واحد من العمدان قيمه أكبر بكتير من العمود الثاني بكون له ويت أكبر في الديستانس من العمود الثاني، فنروح نعملهم سكيلينج حتى تكون قيمهم almost متقاربة. بعدين بدي البروكسيميتي ماتريكس اللي هي باستخدام الجيت أندرسكور ديستانس، جيت أندرسكور ديستانس زي ما شفنا هون،
get underscore distance للداتا فريم تعطيك الديستانس ماتريكس اللي هي البروكسيميتي ماتريكس. بعدين perform clustering using k means clustering. بدي تستخدم two clusters وبدي تستخدم 25 multiple initial configurations. الفانكشن اللي بتعمل لي k means اللي هي k means square brackets، وبدك تروح تشوف كيف بدك تعبي البارامترز اللي فيها. روح على الهلب، حط كي مينز هلب واقرا عن الفانكشن هاري، او روح على اليوتيوب واقرا عن الفانكشن هاري. انا فرجيتك كيف على كل حال تعملها. لاحظ معي انه فيها الداتا فريم اللي انت فيها الداتا، فيها كم كلستر بدك تعمل، بالحاله هاي تو كلسترز، وفيها كم مره بدك تعمل مالتيبل رانز 25 run. بعد هيك بتعمل visualization للclustering using الفانكشن هاي زي ما شفنا وتعلمنا. ايش بدك تعطيني؟ بدك تعطيني an overview of the database او data set، يعني بدك تروح تفتح الداتا سيت تقرا عنها وتفهمني الداتا سيت هاي عن ايش بتحكي، العمدان اللي فيها عن ايش بيحكوا، الداتا سيت كلها اصلا موجوده لايش، يعني تفهمني الداتا سيت. بعد هيك بدي number of states in each cluster، بيطلع معك الكلستر الاول الكلستر الثاني، وكل كلستر فيه عدد من الولايات. بدك اياك تحكي لي اسامي الولايات بكل كلستر، اسامي الولايات بكل كلستر. ارجو انكم تعملوا لي هذا للاسبوع القادم. هلا اخر شيء ضل نحكي عنه بالكلسترنج، بس حتى نربط الحكي بالبدايات اللي بدينا فيها. احنا هون 77 تمام. اتذكر معي انه الداتا ساينس بشكل عام هي ديسكريبتيف موديلنج، حكينا عنهم هاو تو ديسكرايب الداتا اللي هي داتا ريبريزنتيشن. بعدين عندي بريدكتيف موديلنج اللي فيها الكلاسيفيكيشن، فيها الريجريشن، وفيها الكلاسترنج. احنا حكينا عن الكلاسيفيكيشن، حكينا عن الريجريشن، وعمالنا بنحكي عن الكلاسترنج. هلا لاحظ معي الكلاسترنج، لاحظ معي انه الكلاسترنج فيها الهيراريكال كلاسترنج اللي فيها الاجلوموريتيف كلاسترنج وديفايسيف كلاسترنج، حكينا عن هدول، وفيها البارتيتيف، حكينا عن الكي مينز. هلا ضل نحكي عن السلف اورجانايزنج مابس حتى نخلص الحكي عن الكلاسترنج. تمام، ان شاء الله بالمحاضره القادمه بنحكي عن الاسوسيشن رولز، وهيك بنكون بنخلص البريدكتيف موديلينج بشكل كامل. تمام. طيب شو السلف اورجانايزنج ماب؟ السلف اورجانايزنج ماب واحدة من الكلاسترنج تكنيكس، واحدة من الكلاسترنج تكنيكس. تمام، ولاحظ انه كل كلاسترنج تكنيكس هما unsupervised machine learning. يعني unsupervised machine learning يعني ما بكون عندي target، ما في اشي يحكي للماشين انه انت عملتي صح ولا عملتي غلط. تمام، احنا لما كنا نعمل كلاسترنج كان في عندي classification، اسف، كان في عندي target، فكان هو يعمل classification الماشين، بعدين يتطلع على الاكتوال ويعرف لانه هل هو عمل كلاسيفيكيشن صح ولا غلط، فانا بسميه سوبرفايزد ليرنينج. اما الكلاسترنج فهي ان سوبرفايزد ليرنينج، يعني ما فيها شيء يحكي للماشين انه والله انت كلاسيفاي بطريقه صح او الكلاسيفيكيشن تاعتك مش صح، فهذه ما فيها تارجت يعني. فهذه كانت اذا بتتذكروا الفرق الاعظم الاكبر ما بين الكلاسترنج وما بين للكلاسيفيكيشن. هلا طبعا بيكون عندي مجموعه من الريكوردز، يعني مجموعه من النقاط، وكل نقطه من النقاط هاي مكونه من مجموعه من الاتريبيوتس. مزبوط، يعني مثلا عندي 30 اتريبيوت وعندي 200 سطر، كل سطر عباره عن نقطه. مزبوط، مالتي ديمنشن
مكونة من مثلا 30 variable x1 x2 x30، وعندي records مثلا 1000 record. تمام، هذا الانبوت. ومش بس هيك، من دخل كمان على البلاك بوكس، هاي نسميها self organizing map، من دخل عليها number of neurons اللي بدنا اياه، number of neurons اللي بدنا اياه. فمثلا اذا كان بدي two clusters، فبكون عدد النيورونز اللي بدخلهم هو 2 نيورونز. إذا كان بدي 3 كلاسترز، بكون عدد النيورونز 3 كلاسترز. بعدين الماكسيمم اوف ايبوكس، يعني كم مرة بده يضلوا يعمل إتريشن، كم مرة بده يضلوا يعمل إتريشن. فمثلا هون بنحكي له أنه عمل 1000 إتريشن وقف، 1000 إتريشن وقف. إذن عدد الإيبوكس اللي عدد الإتريشنز اللي بده يعملها، يعني عدد المرات اللي بده يعمل إتريشنز حتى يعلم المشين. تمام. بعدين الليرنينج ريت، الليرنينج ريت اللي بنحكي عنهم كمان شويه، يمكن الليرنينج ريت بشكل اوسع. الليرنينج ريت له علاقه بالستيب اللي باخذها في تعديل الويتس. تمام، حتى بس نربط الحكي مع سوا، يعني هي السيلف اورجانايزنج باب، هي واحده من انواع النورال نتوركس. الارتفيشال نورال نتوركس بنستخدمها بالكلاسيفيكيشن. ليش؟ لانه بكون عندي تارجت. اما السيلف اورجانايزنج ماب بنستخدمها از كلاسيفاي، از كلاسترنج. ليش؟ لانه ما فيها تارجت. يعني هي السيلف اورجانايزنج مابس تستخدم از انسوبرفايزد ليرنينج. اما الارتفيشال نورال نتوركس هي سوبرفايزد ليرنينج، وبتستخدم بالكلاسيفيكيشن. اوكي، والله بعيد هاي. طيب لاحظ معاي شو بنقصد بالليرنينج ريت. هلا ذكر معاي هون بالارتفيشال نورال نتورك، حكينا لانه كل ما قربنا من المينيما بدنا نحاول انه الستيب اللي ناخذها تكون اصغر. لانه اذا اخذنا ستيب كبير، احنا هون اخذنا ستيب كبير يمكن توصلني لهون، فشو يصير؟ ما اقدر الاقي المينيما. تمام، يعني اذا اخذنا، اذا مثلا هذه 10 وهذه 15، اذا رحت من 10 الى 15 مباشره، اللي بيصير انه ما راح امر بمنطقه او نقطه المينيما. ليش؟ لانه السب كبيره، فالليرنينج ريت كان كبير عندي. هلا يفضل انه طبعا يكون الليرنينج ريت صغير حتى اقدر امر على معظم النقاط هاي، وبالتالي I will not miss المينيما هذه. طيب بس مشكلة الليرنينج ريت لما يكون صغير، مع انه بعطيك نتائج افضل، ولكن باخذ وقت اطول، باخذ وقت اطول حتى امر على كل الكيرف لما تكون الستيب صغيرة. تمام، فالستيب الكبيرة اللي بصير انه الالجوريثم يكون اسرع، يعني تايم وايز باخذ وقت اقل حتى يعمل 1000 ايبوك مثلا، ايبوك مثلا يعني 1000 اتريشن. لما يكون الليرنينج ريت صغير، ال1000 اتريشن هذول مثلا باخذوا 10 ساعات. لما يكون الليرنينج ريت كبير، ال1000 ايبوك هذول مثلا ممكن ياخذوا 3 ساعات. فالزمن بقل لما ارفع، لما ازيد الليرنينج ريت. بس المشكله فيها انه I may miss important places. تمام، ما اقدر امر عليها، انط من هون لهون مباشره. تمام، فهذا مفهوم الليرنينج ريت. هلا بنحكي عنه ونشوف معادله، يعني ممكن توضح لي اياها بشكل اوسع، بشكل اوضح. يعني اذا السلف اورجانايزنج مابس هي نوع من انواع النورال نتوركس، فيها نيورونز. تمام، عدد النيورونز هو بعدد الكلاسترز اللي بدي اياهم، فيها النقاط طبعا، فيها عدد الايبوكس كم اتريشن بدي اعمل، وفيها الليرنينج ريت. هذول كلهم انبوتس، هذول كلهم انبوتس للالجوريثم اللي هو السيلف اورجانايزنج ماب. هلا الاوتبوت تاع الالجوريثم انه بيعطيك كل نقطه لاي كلاس تنتمي، كل نقطه ولاي كلاس تنتمي. فهون اتلوكس انه في عندي خمس كلاسات، خمس كلاسز. تمام، او خمس كلاسترز،
وبالتالي بحكي لك النقطة الأولى مثلا للكلستر 5، النقطة الثانية للكلستر 1، النقطة الثالثة للكلستر 3، وهكذا. إذا بوزع لك النقاط على الكلسترز الموجودين، وعدد الكلسترز يساوي عدد النورونز. طبعا خلينا نفهم بالأول الألغوريثم شوي شوي. بما أنه أنا بدي 2 نورونز، يعني بدي 2 كلسترز، تمام، عندي 6 نقاط، باجي بشكل راندوم بحدد، بديش احكي موقع هاي لانه مش موقع، هو حقيقة هو الويتس تاعت هاي، الويتس تاعت هاي والويتس تاعت هاي بشكل عشوائي. يعني النقطة هاي الها ويت مع هاي. طيب خلينا ننتقل لهون حتى بس نفهم الموضوع بعدين بنرجع لهديك. فهاي النقطة الأولى، هاي النقطة، أو هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثالثة، والنقطة الأولى فيها 1 2 3 attributes. فبنيجي بنحكي X1 مع أول نيورون إله مثلا الويت 5، ومع تاني نيورون إله الويت 14، ومع تالت نيورون إله الويت 2. طب هدول 5 4 2 هدول random، we assign these random، تمام. فأول خطوة إنه we assign random weights للنيورون هذا وللنيورون هذا، تمام. بعدين بنختار بطريقة عشوائية من الست نقاط هذول أي نقطة، طريقة عشوائية، تمام. فمثلا إذا طلعت عند النقطة هاي باجي بحكي قديش المسافة ما بين النقطة هاي والنيورون هذا وما بين النقطة هاي والنيورون هذا، تمام. بوجد إنه المسافة بين هاي النقطة والنيورون هذا أصغر من المسافة بين هاي والنيورون الأزرق. إذا هذه الأخضر بالحالة هاي بسميها الوينر نيورون، الوينر نيورون، تمام. هلا باجي بعمل ابديت للويتس تعول النيورون بناء على المعادلات هلا بنشوفهم. وطبعا بعمل ابديت للوينر وبعمل ابديت للنيورون الثاني. الابديت هذا وكاني عمال بحكي انه غيرت الويتس، هو فعليا بغير الويتس تاعيتهم بس ب خلينا نحكي تغيير الويتس هذا بيكون heavier من تغيير الويتس هذا. ونشوف بالمعادلات ليش الحكي هذا. يعني وكأني عمليا قربت النيورون من النقطة هاي الأخضر، وكمان هذا قربته من هاي، بس معدل تقريب هاي إلى النيورون إلى النقطة هاي أكبر من معدل تقريب هذا إلى النقطة هاي، تمام. بعدين you repeat الحكي هذا لكل النقاط. بختار نقطة عشوائية بشكل تاني، مثلا النقطة هاي، النقطة هاي مثلا، بلاقي انه بحسب المسافة بين هاي والنيورون هذا والهاي والنيورون هذا، بلاقي انه المسافة هاي اقل من المسافة هاي، اذا هذا بسميه الوينر نيورون. بعدين باجي بعدل الويتس هدول، يعني وكأني باجي بزحفهم نحو النقطة هاي، بس بتلاحظ انه تعديل الويتس لهذا هو اكبر من تعديل الويتس لهذا. يعني تعديل الويتس للوينر نيورون بكون اكبر من تعديل الويتس للنيورون الثاني، وبالتالي بنلاقي انه المسافه اللي بيمشيها النيورون هذا نحو النقطه هاي هي اكبر من المسافه اللي بيمشيها النيورون الثاني. يعني الوينر بيمشي مسافه اكبر، يعني الويتس تاعته بتتعدل بطريقه اكبر من هذا. وبنضلنا نعيد الحكي هذا، تمام، ضلنا نعيد الحكي هذا تنخلص كل النقاط. لما نخلص كل النقاط نيجي بنحكي انه انو النقاط الاقرب على النيورون هذا، هدول، اذا هدول الها نفس الكلاس. انو النقاط الاقرب على النيورون هذا، هدول، اذا هدول لهم نفس الكلاس. اذا صار عندي تو، صار عندي تو كلاسز، الكلاس هدول 1 كلاس وهدول 1 كلاس، تمام. طبعا زي ما حكيت انه السيلف اورجانيزنج مابس هي نوع من انواع الانسوبرفايزد نورال نتورك. ليش؟ لانه لها نتورك ونيورونز بالضبط زي الارتفيشال نورال نتورك. الفرق الوحيد انه هذه نستخدمها للكلسترنج مينلي، اتس فيري جود فور كلسترنج هاي ديمنشنال داتا. يعني لما يكونوا عدد الفاريبلز هذول عدد كبير جدا بتكون فيري افكتيف. بينما الارتفيشال نورال نتورك هي السوبرفايزد
نورال نتوركس وبنستخدمها بالكلاسيفيكيشن، بنستخدمها بالكلاسيفيكيشن ليش؟ لانه لها تارجت، تمام؟ بينما السيلف اورجنايزنج مابس هي انسوبرفايزد نورال نتوركس بنستخدمها بالكلاسترنج. طبعا البروسيجر اللي حكينا فيه انه يو انيشلايز النورال نتورك ويتس اللي هن هدول الويتس بين كل variable أو attribute والneurons، بالحالة هاي بدنا 3 clusters يعني إحنا لأنه عندي 3 neurons، فالweight ما بين x1 وبين كل neurons هدول بنعملهم random، تمام؟ نحطهم 5 14 12 لأول واحدة، 13 7 12 لتاني واحد، وهكذا هدول random بنحطهم، تمام؟ بعدين randomly select an output، يعني وكان عمنا بنحكي زي هون randomly select نقطة من النقاط. إذن أول شيء اللي بتعمله انه randomly initialize النيورونز بالويتس، الويتس ما بين هاي وهاي، الويتس ما بين هاي وهاي، ما بين هاي وهاي. بعدين randomly select an input اللي هو النقطة، فمثلا بشكل random اخترنا النقطة هاي. بعدين بتحسب المسافة ما بين كل attribute بالنقطة والويتس هدول، ماشي؟ فمثلا الويتس النيورون الأولى المسافة ما بين X1 والنيورون الأولى زائد المسافة ما بين X2 والنيورون الثاني زائد المسافة ما بين X3 والنيورون الأولى تعطيك الدستنس تاعت النيورون الأولى. فمثلا 0.5 ناقص 5 تربيع زائد 0.3 ناقص 0.3 عند X2 ما هي ناقص 13 تربيع زائد 0.7 ناقص 20 تربيع، هاي بتطلع الدستنس تاعت النيورون الأولى. طب النيورون الثانية 0.5 ماينس 14 تربيع، 0.3 ماينس 7 تربيع، 0.7 ماينس 3 تربيع تحت الجذر، هاي بتطلع الدستنس تاعت النيورون الثالثة الثانية، وهكذا بنعمل بالنيورون الثالثة. طيب أقل distance هي corresponds ل ال بنسميها ال winner neuron. إذا ال winner neuron بالحالة هاي اللي هو النيورون الثاني، تمام؟ هذا هو ال winner neuron. هلا بضل إنه بعد ما أحدده I have to update the neuron weights. أنو يعني I have to update هدول ال weights، تمام؟ لاحظ انه اخترت 2 على انه الوينر نيورون، وبالتالي هو اكتر واحد راح يصير في عملية ابديت للويتس تاعته، الويتس هدول تاعونه راح يتأثروا اكتر من بقية الويتس هدول، حتى يصير هاي النيورون اقرب للنقطة هاي، تمام؟ اكتر من النيورون تو نيورونز التانيات. طيب كيف نعمل عملية ابديت ل النيورون من خلال المعادلة هاي؟ طبعا شكلها نكد بس هي فعليا مش نكدة. لاحظ معاي انه التعديل دلتا، التعديل على الويتس له علاقة بفانكشن اسمها ايتا، هلا بنحكي عنها اللي هي learning rate، والمعادلة هذه والفرق ما بين النقطة وما بين النيورون، فرق ما بين النقطة XI وما بين النيورون، تمام؟ خلينا نشوفها بشكل أوضح. عملية تعديل الويتس للنيورون الأول مثلا X1، شو يعني؟ النيورون رقم 1 X1، مشان هيك W إلها JI 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 JI، تمام؟ فJI 1 2 3 I بالحالة هاي كمان 1 2 3 بس I index للX و J index للنيورونز. فالويت تاع النيورون الأول مع مثلا الاتريبيوت رقم 1 W 1 1 يعني هذا الويت. الويت تاع النيورون الثاني W 2 3 يعني الويت تاع النيورون الثاني من الفاريبل الثالث اللي هو هذا، تمام؟ خلينا نشوف ايتا
A to T اللي هي learning rate إلها المعادلة هاي A to 0 exponent minus T على tau ال eta. لاحظ انه هاي minus ال exponent. أكبر قيمة لهاي بتكون لما T بتساوي صفر. لما T بتساوي صفر، لما هاي القيمة بتساوي صفر، كل هاي بتساوي صفر، exponent صفر واحد، exponent صفر واحد، فبتطلع ال learning rate عبارة عن واحد. إذا أكبر قيمة لل learning rate هي بين الصفر وبين الواحد، لما هاي تساوي ناقص infinity بتصير صفر، تمام؟ لما تصير صفر بتصير لما T بتصير صفر بتصير كل هاي واحد، إذا هي بين الصفر والواحد exponent exponential بين الصفر وبين الواحد محصور. فال learning rate أكبر قيمة له واحد لما هاي تساوي صفر. طب شو هاي؟ هاي اللي هي topological neighborhood، تمام؟ اللي تعتمد على SIJ هياتا. طب SIJ شو هي؟ المسافة ما بين النيورونز. فإذا بدنا نحكي المسافة ما بين الwinning neuron والwinning neuron، يعني المسافة بين الwinning neuron ونفسه، تمام؟ الwinning neuron ونفسه قديش بتكون المسافة؟ بتكون المسافة صفر. فإذا هاي كانت صفر، آسف طول بالك، لما المسافة هاي تكون صفر، أنا آسف، مش تيل بتكون صفر، تيل بتصير واحد أكبر قيمة إلها. لما هاي المسافة صفر منعوض هون صفر تطلع كل هاي واحد. إذا topological neighborhood لا للنيورون مع نفسه، للنيورون مع نفسه، تمام، يساوي واحد، تمام، يساوي واحد، هو أكبر قيمة للقيمة topological neighborhood. إذن هاي إلها أكبر قيمة لما أخذ النيورون مع نفسه، يعني W1 ناقص W1 هاي كلها بتصير مسافة صفر، إذن هاي بتصير صفر، إذن كل هاي بتصير واحد، وهاي أكبر قيمة إلها واحد. الـ learning rate الصحيح إله علاقة بـ A to 0 و tau eta، وهن هدول الاثنين هايبر بارامترز لازم تعملهم تيونينج. فانت بتحدد قيمه الليرنينج ريت، انا اسف، انت بتحدد قيمه الليرنينج ريت. اذا قيمه الليرنينج ريت انت بتحددها من خلال تحدد قيمه ايتا 0 وتاو الايتا، تمام. طيب هلا هاي اكبر قيمه لهاي قديش ممكن تكون؟ ممكن تكون اكبر قيمه لهاي اللي هي هاي اللي هي واحد. طب انت بتصير واحد لما هاي تصير صفر. طب امتى بتصير صفر؟ لما تكون تأخذ المسافة ما بين الوينر نيورون ونفسه، الوينر نيورون ونفسه، إذا هاد بين النيورون ونفسه بعطيك صفر، بعطيك أكبر تي. لاحظ معاي إنه طبعا لاحظ معاي آي شو هي آي؟ هاي اللي هي الوينر نيورون، الوينر نيورون بتكون المسافة أكبر إشي لما الوينر بين الوينر النيورون ونفسه، بتكون المسافة صفر، هون بنحط صفر بتطلع هاي كليتها واحد، إذا هاي بتصير واحد. إذا أكبر قيمة للتعديل بين الوينر مع نفسه، لما هذا وهذا الاندسيز يتساووا، لما هذول التو اندسيز يتساووا ويساوي قيمة الوينر النيورون، بتكون الفانكشن هاي لها أكبر قيمة، بصير الفانكشن هاي لها أكبر قيمة. إذا أكبر تعديل، هذا التعديل على الويت، أكبر تعديل وين بصير؟ على اللي هو الوينر نيورون. ليش؟ لأنه المسافة بتكون صفر، يعني هاي بتكون أكبر إشي، معناته هاي بتكون أكبر إشي واحد، معناته هاي بتكون أكبر إشي. هلأ إذا ما كان الوينر أي إشي بين أي إشي والوينر مش نفسه، بين أي إشي والوينر مش نفسه، بيطلع له قيمة، هذا يعني هاي بتطلع لها قيمة، يعني هاي بتصير أقل من واحد، يعني هاي بتصير أقل من لما تكون هاي واحد، يعني التعديل بيكون قليل. إذا التعديل أكبر إشي، مشان هيك إحنا شفنا هون مثلا إنه هلا بده ينتقل لهاي،
هذا الوينر هذا راح يمشي مسافة أكبر من هاي، يعني راح يتعدل على الويتس تاعته بمسافة أكتر بكتير من هذه. تمام ليش؟ لأنه هذا الوينر، بما أنه هذا الوينر إذن المسافة هاي بتكون صفر ما بين النيورون الوينر ونفسه، الوينر والوينر بتكون هاي صفر، بتصير هاي واحد. إذن هاي الفانكشن اللي هون بتكون لها أكبر قيمة، أكبر قيمة تعديل لما يكون الوينر مع نفسه، لما يكون الوينر مع نفسه. ليش؟ لأنه المسافة بتكون صفر، وبالتالي هاي بتصير واحد، وبالتالي هاي بتأخذ أكبر الماكسيمم فاليو. مشان هيك بنشوف إنه الوينر بتحرك أكتر من هذا الوينر، هذا الأقرب. إذا هاي النقطة إنه نأخذها، فهذا الوينر إنه أقرب مسافة، فهنا راح نشوفها إنه راح تتحرك إلى الوينر بشكل أكبر من ما هاي تتحرك باتجاه الوينر. شايفين كيف؟ وبالتالي ليش؟ لأنه دلتا دبليو للوينر أكبر ما يمكن، أكبر من هاي. تمام؟ إذن هاي فكرة السلف أورجانيزينج مابس. طبعا زي ما حكينا من أهم الشغلات اللي بنستخدم السلف أورجانيزينج ماب لإلها اللي هي الديمنشناليتي ريدكشن. لاحظ معاي مثلا احنا هون عندنا 3 dimensions، يعني كل نقطة من هدول هي لها x1 x2 x3، يعني 3 بالسبيس 3 dimensions. طبعا لاحظ معي قد ما يكون لو كان عندي هون 1000 variable x1 x2 x3 ل x1000. تمام، هذه النقطة لما احسب الاوكليديان ديستانس لإلها بحولها دائما وابدا تتحول الى، بغض النظر قديش الديمنشن تاع النقطة، كل اللي بلزمني المسافة ما بين النيورونز وهاي النقطة، المسافة ما بين النيورونز وهاي النقطة. إذن مثلا هاي بتكون لها ديمنشن N بتساوي 1000 ديمنشن، إلا أنه بالنهاية أنا بتعامل معها على 2D، بتعامل مع المسألة على 2D لأنه الديستانس هو سكيلر، وبالتالي بتعامل بس المسافة ما بين هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة، وبالتالي دائما وابدا بقدر ارسمها على 2D، دائما وابدا بقدر ارسمها على 2D. هذا بسموها dimensionality reduction، انه بدل ما اتعامل بمسألة ب n dimensions عمالي بحولها ل 2 dimensions، بتعامل معها على اساس انها 2 dimensions. طبعا self organizing maps اهم اشي فيه SOM facilitate presentation of higher dimensional data sets into lower dimensional ones. قد تكون هذه أهم شغلة بالسلف أورجانيزينج ماب. الله يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة بنحكي عن الأسوسيشن رولز ونخلص البريدكتيف موديلينج. اعملوا لي الهومورك هذا اللي حكيت لكم عنه، وسلموني إياه إن شاء الله باي نيكست المحاضرة القادمة، باي يعني يوم الاثنين خلينا نحكي. هلأ أرجو أنه الهوموركس كلهم هذول اللي أعطيتكم إياهم أنكم تحتفظوا فيهم. أنا عندي مشكلة صحيح أنه لما تبعت لي الهومورك لأنه فيه كود عماله بتعرف على الجهاز تاعي، بتعرف على الفايل هذا وكأنه فيروس لأنه فيه كود، فعماله بيعمل له بلوك. هلأ اللي بدي أعمله أنه الهوموركس هذول كلهم على أدائك فيهم، طبعا في 50 علامة على الأعمال داخل الصف اللي هي الأعمال اللي نعملها، و50 علامة على مادة على امتحان فاينل، آسف 50 علامة امتحان فاينل، ف50 العلامة اللي بدي أقيمكم فيهم اللي هي السمول بروجكت سايل اللي بناخدها. هلأ اللي بدي أعمله إنه بس تقريبا آخر أسبوعين من المادة، اللي بدي أعمله إنه بدي إياك present all your work. تمام، واحد واحد راح ندخل على MS Team كل يوم، مثلا احنا 11 مثلا لو اعطينا للواحد بحدود نص ساعة، يعني باليوم نقدر نعمل بحدود 5 إلى 6 اشخاص. اذا راح اعطيك نص ساعة ريبريزنت كل الهومورك اللي انت عملتهم، تعملهم رن قدامي واناقشك فيهم واسألك عنهم واعطيك علامة على انك عملت الهومورك، واعطيك علامة على البريزنتيشن. تمام، حتى نجمع 50 علامة
اللي بدنا اياهم. هلا لا يخلو الامر انه قد اعطيكم كويز او كويزين كمان، بنشوف على موضوع الكويزات هاي. اما مبدئيا الهوم ورك تبعوا اللي احتفظوا فيهم، لانه في اخر الفصل راح اضطر انه تضطر انك تفرجيني اياهم لايف، تعمل لي رن على الكمبيوتر وتفرجيني اياهم. وبالنسبه للريدنج اساينمنتس كمان راح اسالك فيهم اللي اخذناهم واللي طلبت منكم انكم تقروهم، وبالتالي كل الحكي هذا ارجو انك تحتفظ فيه وابعث لي اياه كمان، ابعث لي اياه يعني يوم الاثنين ابعث لي الهوم ورك اللي بصل فيك وبصل، اللي بصلش يحتفظ فيه ان شاء الله لا بعدين حتى يعملنا برزنتيشن فيه. الله يعطيكم العافيه، وانا موجود دائما الشباب على السكايب، بأي لحظة أنت بتشعر أنه عندك أسئلة أرجو أنك تحكي، زملائك بيحكوا وبأخذوا وقت كامل وأنا بكون مبسوط على أنهم بيحكوا وبيتفاعلوا. أرجو أنك تحكي معاي، تسألني أسئلة على السكايب، خد معاي موعد ممكن أنه نجلس أنا وياك ونعمل شير للسكرين و يعني أفهمك المواضيع اللي أنت مش فاهمها. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله منشوفكم بالمحاضرة القادمة.